لقد رأيتم أنني كنت محقا. مندوب المغرب الموقر لا يمكنه أن يكلف نفسه عناء استخدام عبارة الصحراء الغربية، ولا يمكنه حتى أن يقول الشعب الصحراوي، ولكن الجمعية العامة والأمم المتحدة أنشأوا بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهذا من أجل توفير لجنة لمن سيصوتون على استقلال الصحراء الغربية من عدمه أو الاندماج في مملكة المغرب من عدمه. من الذي يمنع عمل هذه البعثة الآن؟ أذكركم بأن تلك بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. إن بلادي تستمر في توفير الدعم لجهود أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الشخصية السيد ديمستورا من أجل التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية. نحن لا نضع قيودا على جهودهم بخلاف احترام تقرير المصير. أما الزميل من المغرب فليس عليه إلا أن يقرأ وثائق بلده والتي تقول إن بلاده لا يمكنه أن تقبل أي حل إلا في سياق نتيجة نهائية تعطي المغرب السيادة، وهذا مناقض لكل ما نقوم به هنا في الأمم المتحدة. سيدتي الرئيسة، إن بلادي بلاد السلام، وردا على الزميل من المغرب، إذا كان علي أن أقوم بهذا، اسمحوا لي أن أقول إن الدبلوماسية الجزائرية ليست مهووسة بالصحراء الغربية فحسب. الدبلوماسية الجزائرية تدافع كذلك عن فلسطين، وقد أتيت للتو من اجتماع في مجلس الأمن، وسأعود إلى هذا الاجتماع مرة أخرى حتى أدافع عن حق الفلسطينيين في العيش في سلام على أرضهم، فهم كذلك سكان مقموعون في أراضي المحتلة.